احنا عندنا في المشروع بنقدم وبنزرع زراعات تحت نظام الري المحوري الحديث، بنجر سكر، بطاطس، فاصوليا بيضاء، عباد شمس، وبنزرع كمان قمح، وبنزرع شعير، وبنزرع ذرة حبوب، وبنزرع ذرة سيلاج. طبعا بيساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وتوفير الفاتورة الاستيرادية عن كاهل الدولة المصرية. احنا هنا بنقدم جميع أشكال الدعم لجميع المهندسين الزراعيين في جمهورية مصر العربية والعمال، بنشغل ميكانات زراعية، بنشغل عمالة، وبنشغل كمان معدات ونقل للإنتاج ونقل المحصول من الأماكن تواجدها لأماكن التصدير. طبعا مشروع مستقبل مصر مشروع قومي بيعمل على زيادة الرقعة الزراعية المصرية من خلال إن شاء الله 4 مراحل تنتهي في 2024، عبارة عن 1,050,000 فدان. احنا حاليا دلوقتي شغالين في المرحلة الأولى والثانية، باستخدام المياه الجوفية المية الأبار. المتوسط إنتاج الفدان هنا من محصول بنجر السكر بيتراوح في العروة الأولى 35 طن، العروة الثانية 40 طن، والعروة الثالثة بيوصل لحد 45 طن، بمتوسط إنتاج عام 40 طن للفدان، متوسط إنتاج عام لمحصول الفاصوليا 2 طن 3 طن، متوسط إنتاج عام لأرداب للمحصول القمح بيتراوح من 18 ل 22 أرداب للقمح، محصول الشعير بيتراوح ل 25 أرداب، محصول العباد الشمس بيتراوح من 1,500 طن ل 1,700 طن، محصول الصويا فول الصويا بيتراوح من 1.5 ل 2 طن. احنا هنا يعني بنساهم بشكل كبير جدا في دفع عجلة الانتاج وتوفير الايدي العاملة لجميع العمال المصريين وجميع المهندسين بكافة التخصصات. عندنا هنا كمان اضافة لكل الزراعات دي مناحل انتاج عسل، وبتعمل على زيادة عملية اللقاح في الزراعات كمان اللي هي بتحتاج إلى عملية نقل اللقاح باستخدام النحل العسل. طبعا بنستخدمه في حاجتين، عملية اللقاح وأيضا عملية إنتاج العسل.